ما معنى قوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين؟ يقولون إن معناه والله أعلم أنهم كانوا قبل أن يخلقوا أمواتا، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. فحياة الأولى أنهم كانوا نطفا، والنطفة ميتة، فأحياها الله ونفخ فيها الروح، هذه الحياة الأولى. الحياة الثانية حياتهم في القبور وقيامهم للحشر. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فالموتى التي قبل خلقهم والموتى التي يوم بعثهم، والحياة التي في وقت خلقهم في أرحام أمهاتهم، والحياة التي وهم في القبور وفي الأجداث. نعم.